أهلا وسهلا بك عزيزتي المشاهدة. اليوم راح نسوي آيس كريم تورتة، هذه اللي دا تشوفيها أمامك. هسا أنطيكي المقادير وأشوفلك المواد المطلوبة لهذه الكيكة. عزيزتي، للديسار اليوم راح نحتاج كيك السويسرول. كيف يسوي سؤال الكل يعرف يسوي، بس مضطرة أسويه لأنه راح أحتاجه للديسار اللي راح أشوف شلون راح أسوي. أحتاج للكيكة في السويسرول 4 بيض، 2 ديسيلتر أو استكان شكر، 3 ديسيلتر أو استكان طحين، طبعا بيكنج باودر وفانيليا. اول شي راح اخفق البيض مع السكر، راح اضيف ملعقتين الكوب فانيليا اضيفه على البيض والسكر، وراح ابدي بالخفق. هاي ملعقتين كوب فانيليا واثنين استكان او ديسيلتر سكر، وراح ابدي بالخفق. عزيزتي، بعد ما انتهيت من خفق البيض والسكر صار بهذا الشكل. نسيت طبعا اذكر بالبداية احتاج 3/4 الاستكان او الديسيلتر من الحليب. راح اضيف الحليب، احتاج ملعقتين كوب بيكنج باودر، راح اخليها على الطحين. راح ابدي اخفق واضيف الطحين والبيكنج باودر على العجينه. هكذا انتهيت من العجينه الكيك. عندي القالب هذا جاهز، حضرته للكيك السويسرول بورق. راح افرش العجينه، طبعا هي عجينه ميانيه، فرش العجينة كلها على هذا القالب. طبعا مهم جدا حجم القالب هو يكون للمقادير اللي سويتها، يكون ما يعني تفرشيها 35 سنتيمتر على 45 سنتيمتر لأجل أن تطلع أكي الكيكة مضبوطة. هسه راح افرشها كلها، راح اخليها بالفرن مثل ما قلت درجة حرارة 250 لمدة 5 دقائق. بعد ما استخرجت الكيكة من الفرن، هذا اللي تشوفيها امامكي، راح اخلي عندي ورق من الصينية هذه. هسه راح ابدي عندي هنا قليل من الماء البارد، راح ادهن هذا الورق بالماء البارد هكذا، واحاول هكذا رفعت الورق كله من الكيكة. هسه عندي مربى، هذا المربى المشمش منزلية، راح اضيف مربى المشمش لأنه يعني أنا محتاجتها بالمربى وليس بالكريمات. أفرش المربى راح أبدي ألف بالكيكة اللي سويتها. راح أشوف لك شلون ديسار، يعني طريقة الديسار اللي راح أصنعها من هذا الكيكة. عزيزتي، مثل ما تلاحظين بعد ما انتهيت من كيك السويسرول وقطعته شرايح، عندي هنا هذا القالب، طبعا غلفته بالنايلون حتى استطيع ان استخرج الجلاس تورتا او الايس كريم تورتا من عنده. عندي ايس كريم علبة طلعتها قبل 5 دقائق. راح احتاج
احتاج فاكهة برية، احتاج مكسرات فستق اخضر عندي مكسر، احتاج نستلة. هسه راح ابدي اصف الكيك، الكيك السويسرا اللي سويته اصفه بهذه الطريقة بالقالب اللي عندي، وحدة بجنب الثانية بالشكل، بهذا الشكل. هسه راح ابدي اضيف له الايس كريم اللي عندي. طبعا الايس كريم لازم يطلعه قبل فترة حتى يعني لاجل ان يذوب قليلا، مو يذوب كلش، وانما ما يكون كلش متماسك. راح اخذ قليل من النستلة قليل من الفستق الاخضر، قليل من الهالون الفاكهة البرية، هكذا. أجيب طبقة ثانية من الآيس كريم، بعدها راح اضيف ايضا الشوكليت اللي عندي او اي نوع فاكهة انت يخطر على بالك تخليه، او اي نوع المكسرات يعجبك مثلا البندق او اللوز او اي نوع مكسرات يعجبك تخليه. قليل من الفستق الأخضر، هسه نبدي بالتزيين. هكذا انتهيت من تزيينها، راح اخليها بالفريزر تتماسك، وبعدين راح اشوف لك الشكل النهائي والاخير شلون راح اقدمها. شوفيها شكلها شلون صاير عزيزتي، هو هذا الشكل النهائي والاخير لكيكتنا او ايس كريم تورتة، هو هذا الشكل النهائي والاخير لها. أتمنى تعجبك هذه الوصفة وتجربيها، وشكرا جزيلا للمشاهدة.